فلوس المملكة مش مكفية، وبعد ما كانت السعودية قررت إنها تعمل مشروع ذا لاين واللي تكلفته 500 مليار دولار، رجعت في كلامها. يا ترى إيه الحكاية؟ امبارح أعلنت وكالة بلومبرج أغرب خبر ممكن تسمعه، وهو إن السعودية قررت تعيد النظر في بعض المشاريع الخاصة بيها واللي ضمن رؤية السعودية 2023. السعودية كانت بتهدف إن سنة 2030 تكون عملت مشاريع ومدن خيالية زي مدينة نيوم ومشروع ذا لاين وغيرهم كتير، وطبعاً ده كان هيكلف المملكة مبالغ ضخمة جداً. لكن المفاجأة إن المملكة أعلنت إنها قللت المشاريع بسبب عجز في الميزانية، وإنها هتكتفي باستكمال 2.4 كيلومتر بس من مشروع ذا لاين، وده لسه هيكون سنة 2030 بعد ما كانت هتعمل 170 كيلومتر. وطبعاً السلطات في السعودية كانت قالت إنه هيعيش في ذا لاين حوالي 1.5 مليون شخص، لكن بعد الدراسات رجعوا في كلامهم وقالوا 300,000 شخص بس. وبسبب رؤية السعودية 2030 كانت حاطة ما يقرب من 1.5 تريليون بس علشان تعمل مشروع نيوم، لكن في النهاية اكتشفت إن المشاريع دي هتعمل خلل في ميزانية المملكة، فاعتذرت عن استكمالها بشكل كامل واكتفت بس بعمل جزء منها.